هل ماذا يقع الآن؟ أنا لا لست مؤهلا وأنا أحسن الظن بكل مسؤول في هذه المرحلة. بالنسبة للخط الخطير اللي قاموا به يا سيادة الرئيس، أنا كما قلت اعتز بقضائك وتبعتك كشاب لا وكان لي احتكاك معك، ولكن دائما كيف كان عزيزي كيف كان حالة صعبة. طيب إلى قاضي مثلا في قضية، في قضية عقوبتها غرامة وحكم بحبس النافي، رأيك السيد عبد الرزاق شخصا في مع القاضي؟ ما كاينش علاقة، لا ما كاينش عقوبة حبسية، كاين غير غرامة وحكم بعقوبة حبسية. ماذا نصنع؟ نخرج مع القاضي. بالنسبة لي هذا خط خطير. أنا أتساءل، أنا ما أعرفش، واش كاين شي حالة السي عبد الرزاق تبع فيها قاضي بالخط الخطير اللي قام الموضوع حتى تعبرون عن انزعاجكم من هذا القصة 69 قسم؟ نعم نعم الله يخليكم، خط خطير. غير منصورة للعموم، قرارات منصورة في قضاء خاص. لا بس اسمح لي، خط خطير ما كانش خط خطير. إشكال خط خطير حسب الشخص. شوف شوف سيد الوزير، الإشكال ما قد يبدو لك خطيرا قد لا يبدو لي خطيرا. أنا أقول لك أستاذ رزاق، أنا أقول لك كنقول لي هاد كاساتا هنا هنا او لهنا او لهنا كلشي مقبول، ولكن تجي تقول لي السيد الوزير انا حطيت الكاتير تحطي على رجليا، واش هذا مقبول؟ وكنت كنعطيهم مثال، شحال الساعه دابا؟ بلا ما تشوف ساعتك استاذ، شحال الساعه استاذ؟ جوج بلا ما تشوف. انا قبل ما تكون ثلاثه قول لي الربعه، قول لي 11 12، ولكن قلت لي 5 ديال الصباح. هذا هو الخط الخطير، اي اشياء اللي غير مقبوله غير معقوله لا يمكن ان نتقبل. اما هاي وهاي 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 راه كلشي ممكن، فهكذا الامر. اسمح لي انا غنقول واحد التوضيح، هو توضيح وراء انهاء النقاش. حنا في ديك الفتره كنا كنقترحوا بدل هاد الكلمه الخطير اللي ما نعرفوش حنا المدى ديالها، الخط العمدي. ممكن القاضي يدير واحد الخط عمدي لانه هو بغى يديرو العمدي تا هو ما كاينش ما علاش؟ ولا بحال العمدي نحكمو؟ لا حيت العمدي بين قوسين حيت العمدي غادي ندخل معاك ولا لا؟ حيت العمدي هو المسألة إني أننا كنتكلم على السيد الوزير. دابا حنا كقضاء، لا اسمعني يا سيد الوزير، دابا حنا كقضاء كنحكمو ملفات ديالنا في الجرحي، الجرحي كل الجناح لا يعاقب عنها إلا العمد، العمد مين كنجيبو؟ والقرائن وانت مش ليش يجيب من العمل القرائن، واخا واخا. وعلاش كتحكموا في الشغل بالخطا الجسيم؟ حنا غير بغيناش نديرو لكم باش نقول واحد القضيه، راه كان عندنا الخطا الجسيم، ولكن بغيت نديرو الجسيم حتى لو نشد بها القضاة والعمال. ولكن راه درتو خطا جسيم دابا، دابا غير فهمني، لا هذا خط خطير اللي قال الموضوع يعني. راه كاين خطا جسيم هو. اي ولكن خط خطير، اي صح. خط خطير غير باش نقول لك، شوف يا استاذ غيبك من يحاسبكم على هذا الخط الخطير؟ 13 قاضي. إذا هاد 13 قاضي ماشي 13 محامي، ماشي 13 يعني قضاء شعبي، ماشي 13 يعني برلماني، 13 قاضي وراهم كيظهر لي مؤهل، هادو راهم شكون هما مؤهلون باش يعرفوا اشنو هو الخطأ الخطير وماشي خطأ خطير. الخط الخطير غادي نكذبوا، ولكن 13 قاضي عليهم الرئيس الأول وعليهم الوكيل العام اللي هو كيتابع وكذا وكذا، وعليهم رئيس وعليهم 10 متخاذلين لا يميزون بين ما هو خطأ خطير، خطأ خطير وليس فرد واجب قد أقوى يا رب سعيد. هذا صاحب جلالة، لا كي يصلي الشهر باقي ما وصلش ليه، هذا عندكم طعن سيد، عندكم طعن أمام الغرفة الإدارية، أمام القضاء، أمام خمسة قدرة، هادشي ما كانش عندكم. وديك الساعة غادي تقول لي لا راه أخطأ، هذا ماشي خط، والقضاء اللي هو زملائكم سوف يقدرون. إذا خمسة يعني 13 قاضي المجلس وخمسة القضاة يعني محكمة النقد، هؤلاء غير مؤهلين باش يعرفوا كل الخط الخطير ماشي الخط الخطير. انا ارجو ان هذا المواضيع تتناقش بطريقه اخرى. طيب عندنا الاجل الاسترشادي،
خصاص خصاص كاين ولكن ربط صافي العزيزه وجوبا استاذ العزيزه واش قضيه نعم. مرحبا استاذ العزيزه راه هذيك المكان نقلوه لواحد المكان سمعتيني كيفاش انا بيني وبين شي 60 ما عمرنا ما كنحاول نقل واحد القايد تصور كنقل واحد القايد اللي كنقول للمصلحه هادشي للعيون زيد كيفاش السيد مسكين عنده يعني امكانيات العائله كذا غنقول للعيون سيد كنقول ليه راه كان رقيوك واحد الترقيه اللي ماشي تكليف باقي ما وصلش معلوش ليه حق باش ندير واحد التعويض يلائم هاد الالتزامات وهاد المسؤوليه اللي غادي والتحملات ديال التنقل على ذلك هادشي كلشي مسال فيه في مسائل انا بغيتكم تحسنوا فينا الظن راه شتي راه كان فيه نقاش طويل عريض وانا نقول لكم واحد القضيه انا راني اخر جوج سرطانات شوفوا واش بغيت يا سرطان لا لا انا هذه جوج سرطانات وكاين امور اخرى راه تمحلنا فوق القياس فوق ما تصوروا الناس السيد الوزير راه هادشي اللي كدو بشر كاع درناه السيد الوزير واكثر نعم الظن ديالنا فيكم لا يناقش كنعرفوكم كنعرفوا الاخلاق ديالكم واخا وان اختلفنا في مرحله من المراحل كان اختلاف موضوعي لا علاقه له بالاشخاص اجل استرشادي اجل استرشادي لا يمكن واقول سيكون خطا جسيما من طرف اي جهه اذا هي اخذت القانون